فالطيب الآن نتحدث في هذه الفقرة عن الذكاء الاصطناعي، فدايرين نعرف ما هو الذكاء الاصطناعي. شكرا لثاني مرة ومرحب بالمتابعين لثاني مرة. زي ما عارفين الذكاء الاصطناعي هو مزيج بين العديد من التقنيات والابتكارات الحديثة، من الأشياء الرقمية كشاشات الذكية وريموت كنترول والكمبيوترات والعديد من الأشياء تم جمعها حتى وصل إلى الذكاء الاصطناعي. لو كنا نتحدث عن الذكاء الاصطناعي أشياء كثيرة جدا في الذكاء الاصطناعي يمكن من خلاله إدخال رمز معين للقيام بوظيفة معينة أو للقيام بعمل محدد في عدة مجالات الحياة، وغالبا يرتكز على الأشياء الرقمية. عندما نتحدث عن الذكاء الاصطناعي يرتكز على الأشياء الرقمية يمكن من خلال إدخال رمز معين، كما أسلفت، إدخال رمز معين في جهاز معين ويقوم بعمل محدد أو إرسال حاجة أو استقبال حاجة أو تسجيل صوت أو نقل تغيير الكلمات إلى الصورة أو جمع الصور وإرسالها كفيديو وغيرها، أشياء كثيرة تتعلق بالذكاء الاصطناعي. كل هذا الذكاء الاصطناعي. نعم، هذا كله يرجع للذكاء الاصطناعي الذي توصل إليها الإنسان منذ الخمسينيات القرن الماضي. طيب هناك تقرير، نتابع التقرير ونسمع نرجع لك. خلاص إن شاء الله. يعد الإنسان من الكائنات التي تتمتع بقدرة فائقة من التفكير، مما يمكنه من ابتكار الأشياء يوما بعد آخر، حتى توصل الإنسان إلى اقتراع الذكاء الاصطناعي لتسهيل حياته اليومية مع توفير الزمن والمالي على حد سواء. ففي خمسينيات القرن الماضي استخدم مصطلح الذكاء الاصطناعي لأول مرة في تاريخ البشرية، وذلك خلال مؤتمر جامعة دارتموث بشأن الذكاء الاصطناعي في صيف عام 1956. ومنذ ذلك الحين نشر المبتكرون والباحثون ما لا يقل عن 1.6 مليون منشورا يتعلق بالذكاء الاصطناعي الشبيه بالإنسان، والذي يتم عرضه بواسطة الكمبيوتر أو الريبوت أو أي جهاز آخر. ويمكن للذكاء المذكور محاكاة قدرات العقل البشري والتعلم من الأمثلة والتجارب والتعرف على الأشياء، إلى جانب تعلم اللغة والاستجابة لها واتخاذ القرارات وحل المشكلات والجمع بين القدرات المذكورة آنفا. بهذا يكون الذكاء الاصطناعي قادرا على القيام بوظائف الإنسان، مثل استقبال النزيل في الفندق أو قيادة السيارة والأعمال الأخرى. فهل يا ترى هذا التقدم لا يهدد لوظائف بعض البشر، أم وجوده إضافة جديدة لتطوير الإنسان عبر القرون؟ لأن لهذا الذكاء مجالات عديدة لمساعدة الإنسان في تسيير حياته اليومية أينما وجد وفي أي ظروف إن أحسن استخدامه. ما شاء الله، هذا التقرير الذي أدته لنا زميلة سماء عبد الله تقرير كافي ووافي أستاذ طيب. فأكيد بعد ما تابعنا التقرير نريد أن نعرف مجالات الذكاء الاصطناعي وماذا نستفيد من الذكاء الاصطناعي. نعم، كما قلت التقرير شمل عن الكثير من المعلومات. قبل الحديث عن المجالات وكيفية الاستخدام وكيفية الاستفادة من الذكاء الاصطناعي، هناك كثير من الخبراء والباحثين ساهموا في تطوير الذكاء الاصطناعي عبر القرون، ولا ننسى فضلهم. وأذكر من باب المثال هم أكثر من 130 خبير وباحث في دول العالم، سواء في آسيا وفي أوروبا وفي أمريكا حتى في إفريقيا، ولكن نحاول نذكر 2-3 منهم قبل الدخول في الشرح أو في الحديث عن المجالات والاستفادة. كما نرى هناك عديد من الباحثين كأمثال أرث سامويل وأرمين بريتز وأستر ويلرز، وعندنا آخر أليكس أيضا من الناس الذين ساهموا بشكل كبير في تطوير الذكاء الاصطناعي، خاصة في مجال الكمبيوتر، الجهاز الذي أبحر العالم وكان قفزة حقيقية في مجال الذكاء الاصطناعي. ولا ننسى فضل بعض من المزاحمين كأسامة الخطيب أيضا من العالم العربي، هو أيضا له باع كبير جدا في مجال تطوير
الذكاء الاصطناعي. وكما قلنا هناك مجالات عدة الذكاء الاصطناعي يعمل في مجال الاتصالات والشبكات، عندما نتحدث عن الاتصالات والشبكات الحاسوب أولا يبادر في ذهن الإنسان الاتصالات. ماذا يعني الاتصالات؟ أولا التلفون والفاكس وانترفاكس والفلاش، أشياء كثيرة جدا تندرج تحت الاتصالات والشبكات الحاسوبية. شبكات الحاسوبية ليست لابتوب فقط، شبكات حاسوبية هناك محكم كبير يمكن أن يتحكم بأكثر من 70 أو 40 إرسال الرقمي خلال في شركات أو في مؤسسات الكبرى في الدول المتقدمة وأشياء كثيرة. وكما رأينا في القرن 21 الاتصال بفيديو كونفرنس كما حصل في 2019، حتى الآن أكثر من مليون اتصال عبر تقنية فيديو تم إجراؤه من خلال مخافة من كوفيد 19. دائما كوفيد 19 تركنا نتعرف على أشياء كثيرة جدا، وبالإضافة إلى النقل الجوي الطائرات هي أيضا من بنات الذكاء الاصطناعي. هي الطائرات من بنات الذكاء الاصطناعي، وأيضا علوم الطبيعية وعلوم البيولوجيا فيها كثير من العلوم بحاجة. عندما نبدأ بتشريح جسمان إنسان بحاجة إلى الاستعانة بذكاء الاصطناعي الذي يسمى هنا العلوم الطبيعية والعلوم البيولوجية والهندسة البيولوجية. هناك هندسة بيولوجية في الأمراض المتقدمة، في مثلا سرطان عندما نشخص لو عرفنا ذهب إلى شيء بعيد جدا نحاول نعمل مع السرطان بكل حذر. هذا شيء بحاجة إلى أشياء وتصوير الطبي، تصوير الطبي في يسمونه بالمحلية راديو أو تيلي في المستشفيات. بالإضافة إلى ذلك النقل الفضائي، حاليا نحن مباشرة عبر الفضاء وهذا بفضل الذكاء الاصطناعي من بنات الذكاء الاصطناعي النقل الفضائي، بالإضافة إلى روبوتات. هذا شيء آخر من الجانب المهم جدا في الذكاء الاصطناعي وفي مجالات الاستخدامات وكيفية استخدام الذكاء الاصطناعي والاستفادة منه في حياتنا اليومية كما ذكرت في المستشفيات وغيرها من الأشياء والمعلومات البيولوجية للإنسان. وفيفا كما أدخلت أشياء كثيرة في نظامها لكشف عن سن اللاعبين وللكشف عن هل اللاعب يتعاطى مخدرات أو ماذا. هناك جهاز يعمل على هذا وهو جهاز علم الأعصاب، يتعرف من خلاله على العديد من الأشياء الجيدة. وهنا لدينا مركز سكوك دا أيضا هي إنها أجهزة لكشف الأدوية والأغذية التي تأتي في الخارج بسبب أو بفضل الذكاء الاصطناعي، نستطيع أن نستخدمه في حياتنا اليومية حتى نتوصل إلى نتيجة من النتائج المطلوبة في حياتنا. والمعلومات الطبية شيء مهم جدا، نحن إنسان لا أغلى شيء يملكه الإنسان الصحة. إذا كان إنسان مريض لا يملك صحة هذا مشكلة. لذا استخدام الذكاء الاصطناعي في مجال الصحة شيء مهم جدا، وأدخل أشياء كثيرة إسكانر وهناك عمليات جراحية عبر الليزر في المستشفيات المتقدمة والمتطورة. وبالإضافة إلى الطيران والمركبات ذاتية القيادة التي طورت من قبل شركة جوجل وأبل، هناك سيارات ذاتية القيادة حاليا لم يصل إلى إفريقيا ولكن في العالم الغربي يستخدمون سيارات ذاتية القيادة. يمكن من مجرد أن تدخل وتعطي أوامر للسيارة والسيارة توصلك إلى حيث تريد أن توصل إليه. هذه كل المجالات من مجالات الذكاء الاصطناعي الذي يمكن للإنسان أن يستفيد من خلال حياته اليومية. يعني الطيب الآن لو الآن المشاهد شاهدنا في البيت يعني الذكاء الاصطناعي يعرف يقول يعني فيديو كونفرنس من ضمن الذكاء الاصطناعي، الآن البث المباشر من ضمن الذكاء الاصطناعي، كل هذه الأشياء من الذكاء الاصطناعي. نعم، حتى الاتصالات الانترنت، في خوارزميات، اشياء كثيره جدا في الاتصالات كما قلت العمليات بالليزر، كل هذه ذكاء اصطناعي. نعم. الطيب ابكر ادم بونجور. وي بونجور. avez vous il est question de parler de l'intelligence artificielle, y a-t-il de crainte dans ce domaine؟ وي effectivement عندما نتحدث عن الذكاء الاصطناعي هناك مخاوف كثيره من الذكاء الاصطناعي.
كما سمي ذكاء اصطناعي. صنيع من صناعة الإنسان من صناعة البشر، ولا يخلو من خطأ. شيء الذي يصنعه الإنسان لا يخلو من الخطأ، لذا هناك مخاوف عدة تدور أو تحوم حول الذكاء الاصطناعي، وكثير من الباحثين والخبراء شهدوا على ذلك، قالوا أن هناك مخاوف عدة في الذكاء الاصطناعي. ونذكر جانب من المخاوف الذكاء الاصطناعي، وهو المرحلة التي وصل إليها الذكاء الاصطناعي من قوة أو من تفكير فائق، من ذكاء الفائق جدا. إذا كان جهاز من الأجهزة ذكية وكانت ذكية جدا، الإنسان لا يستطيع أن يتحكم بهذا الذكاء، وإنما يكون الإنسان لا يستطيع أن يتحكم سينقلب ضد الإنسان. ونأخذ مثالا اليوم الأجهزة النووية، هي من بنات ذكاء الاصطناعي، أسلحة نووية من بنات ذكاء الاصطناعي، لكن كل الناس يخافون من هذا الأسلحة. إذا استخدم أسلحة نووية سيدمر العالم، جزء كبير من العالم. وتعمل بجهاز ريموت التحكم عن بعد، ممكن كبسة زر نفجر مكانه، هذا شيء مخيف جدا في ذكاء الاصطناعي. بالإضافة إلى ذلك هناك أشياء آخرة، عندما تكون هذه الأسلحة أو هذه الأجهزة مملوكة لشركة أو لدولة معينة أو لأشخاص معينين وغيرهم لا يملك هذا، ممكن الناس يبدأون استخدامه بشكل سيء ضد الآخرين، وهذا شيء مخيف جدا في عصرنا الحالي، في عصر التسابق، في عصر الكل يسعى إلى تحقيق الغاية، والكل يسعى إلى أن يسبق غيره إلى أشياء أخرى. وكما يتعلق بجانب سوف يحصل الذكاء الاصطناعي الفائق، سواء كانت في الدولة الإفريقية أو في دول الغربية، عندها شيء تسبب قلق والخوف لبعض الناس في استخدامات. لماذا نقول يسبب قلق؟ بالذكاء الاصطناعي يستطيع أن يستقبل النزيل في فندق، وإذا استخدمنا الذكاء الاصطناعي في استقبال النزيل، الإنسان الذي يستقبل النزيل، الإنسان هو يفقد من هنا وظيفته بسبب وجود الذكاء الاصطناعي، لأن الذكاء الاصطناعي يعمل أكثر من إنسان. مثلا الروبوت يعمل أكثر من إنسان، هو ليس بحاجة إلى طعام، ليس بحاجة إلى شراب، وليس بحاجة إلى راحة حتى. نحن بشر نحتاج إلى راحة، ولكن الذكاء ليس كل هذه مخاوف. كلها مخاوف، لأن تخيف صراحة مستقبل الإنسان. نعم. عندما يوصل الذكاء إلى حد بعيد ممكن يتعب الإنسان فيه. Oui, monsieur, attendez, parlez-nous des avantages de l'histoire de artificielle quoi, de l'intelligence artificielle. Quels sont les avantages? نعم نعم، في فوائد كثيرة، في فوائد كثيرة. ممكن أن نستخدم الجهاز كمبيوتر في كل إدارة حاليا، أي إدارة نسب نجد جهاز كمبيوتر يستطيع أن يحافظ على بياناتنا، يستطيع أن يحافظ على مستنداتنا الإدارية من خلال جهاز كمبيوتر، أو من خلال كلي يو اس بي نستطيع أن نحافظ على أشياء. وفي شيء حاليا نستطيع أن نعمل الماسح الدوري الفلاش. الوقت ربما خلص، فشكرا جزيلا، وإن شاء الله نلتقي في الحلقات القادمة إن شاء الله. أشكركم وأشكر المتابعين. شكرا.